اذا ما دققنا النظر فيما بين ايدينا من نصوص ومعطيات وردتنا عن امامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه في افق الادعيه وهي كثيره وكثيره جدا وفي افق الزيارات وفي افق الاجابات على اسئله خواصه وفي سائر ما تكلم به وقد تكلم كثيرا امامنا السجاد ما وصل الينا من حديثه وفتره امامته كانت طويله وصلت الى خمسه وثلاثين من السنين وربما تكون المده اطول من ذلك بقليل يمكنني ان اجمل من كل ذلك فاقول من ان مرحله امامنا السجادي في البعد التاويلي هي مرحله التفصيل العقائدي اهم عقائدنا في عمقها تحدث عنها إمامنا السجاد وبينها لخواصه ووصلت إلينا. التفصيل العقائدي وجاء بعده الباقر صلوات الله وسلامه عليه والباقر في حركة برنامجه التأويلي استمر في عملية إنماء وتوسعة لما بداه ابوه السجاد صلوات الله عليهما حركه توسعه وانماء واضحين في سيره الباقر وبدا يظهر في الواقع الشيعي المتخصصون فيما يرتبط بثقافه التاويل المجموعات المتخصصه بثقافه التاويل نشات ايام الباقر الباقر انشاهم ولذا كان الامام الصادق حريصا على احاديث ابيه دائما يتحدث عن اهميه احاديث ابيه وكان يقلق ويخاف من ضياعها ان تضيع احاديث الباقر بسبب الشيعه فلذا كان يمدح بعضا من اصحابه فيقول لولاهم لضاعت احاديث ابي ما قال لضاعت احاديث السجاد في زمن الباقر يمكنني ان اقول مثلما كان التفصيل العقائدي في زمن السجاد وتحرك الباقر في توسعه ذلك وانمائه الباقر هو الذي وضع لنا التفصيل الفتوائي في الاحكام والعبادات والطقوس ما عندنا من امهات احكام العبادات فهي من الباقر صلوات الله وسلامه عليه فان الشيعه قبل الباقر ما كانت تمتلك هذا التفصيل الفتوائي اذا اردنا ان نقوم بعمليه مسح لما عندنا من فتاوى ومن احكام فقهيه هكذا يقال عنها في زماننا والا فان الفقه هو معرفه الامام ولذا هناك من يقسم الفقه الى فقه اكبر وفقه اصغر فيراد من الفقه الاصغر هذه الفتاوى في الحقيقه الفتاوى هي في حاشيه معرفه الامام هي صور ورموز واشارات لائمتنا وولايتهم. هي لا تنفك عنهم. هي جزء من منظومه دينهم. لكنني اتحدث عن ترتيب الاولويات والمقامات لهذه الاجزاء والمفردات من منظومتنا الدينيه. الذي وضع لنا برنامجه التفصيل الفتوائي هو باقر العلوم. امهات قواعد الفتيا في كل ابوابنا الفقهيه الفتوائيه ماخوذه من ابي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه. من هنا كان يخاف الصادق ان تضيع هذه التفاصيل فهي دقيقه ودقيقه جدا وفي الوقت نفسه هي جديده على الشيعه انا لا استطيع ان احدثكم عن كل شيء قلت لكم هي صوره مقطعيه جانبيه صوره لحظيه ليس اكثر من ذلك فلا تتصوروا انني اتحدث عن كل حركه البرنامج التأويلي في سيره ائمتنا الذين ذكرتهم هي صور مقطعيه لاجل تقريب فكره ان مرحله التاويل مرحله تدرجيه ارتقائيه وفي داخل هذه المرحله هناك ناسخ ومنسوخ فقد ياتي في مقطع زماني في عصر امام من الائمه ما يكون ناسخا للذي كان في عصر الائمه الذين سبقوه قطعا كل ذلك مرده الى حكمته الى حكمه المعصوم التي هي حكمه الله فحكمه المعصوم هي حكمه الله ومن هنا اذا اردنا اراد الله اذا اراد الله اردنا هذه القضيه بديهيه ولكن اذا اردنا اراد الله واذا شئنا شاء الله اما اذا شاء الله شئنا فهذا امر بديهي لا حاجه لذكره اذا شئنا شاء الله السر اين السر ان الحكمه واحده وهذا واضح من الايه التي اشرت اليها في الحلقه الماضيه وهي الايه الثالثه والاربعون بعد البسمله من سوره الرعد وهي اخر ايه في السوره ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب في علم الشهاده لا بد ان يتساوى الشهود في علمهم والا لماذا يؤتى بهؤلاء الشهود يشهدون على قضيه واحده انني اتحدث عن الشهود في فقهنا فلا بد ان يكون علم الشاهد الاول كعلم الشاهد الثاني لان الشهاده على موضوع واحد لا ان الشاهد الاول يشهد على جزء وياتي الشاهد الثاني يشهد على جزء اخر هذه ما هي شهادات هذه قرائن في تفصيل الشهادات لا بد ان يكون علم الشهود واحدا ونحن نتحدث هنا عن اكبر قضيه في الوجود نتحدث عن محمد عن اعظم قضيه في الوجود انها اعظم شهاده في الوجود من هم الشاهدان الشاهد الاول الله والشاهد الثاني علي قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب من هو هذا الذي عنده علم الكتاب بكله ايام رسول الله ما هي الايه واضحه ويقول الذين كفروا لست مرسلا الخطاب لرسول الله والحديث عن رسالته الحديث عن محمد العنوان الاعظم في الوجود اعظم ما خلق الله وهنا تاتي الشهاده قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم من هو الشاهد الثاني ومن عنده علم الكتاب من هو هذا الذي عنده علم الكتاب بغض النظر عن الروايات والاحاديث من هو هذا الذي عنده علم الكتاب زمان رسول الله الكتاب بكله علي لا نحتاج الى بحث واستدلال مساواة بين شهادة الله وشهاده علي علم واحد انها الحكمه الواحده فحكمتهم حكمته وحكمته حكمتهم صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين نعود الى جوهره الجواهر الى كلمه امام زماننا في دعاء شهر رجب لا فرق بينك وبينها الا انهم عبادك وخلقك من زمن الباقر ننتقل الى زمن الصادق صلوات الله وسلامه عليه انه زمن الثوره الفكريه زمن الانفجار الفكري في طول مسيره حركه التاويل منذ بيعه الغدير الى ظهور القائم عندنا ثورتان ثوره الدم وهي ثوره الحسين وثورة الفكر وهي ثورة الصادق ولولا الانفجار الفكري الذي فجره إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه لما بقي من ثورة الحسين شيء يذكر الذي نشر لنا فكرة برنامج الحسين هو امامنا الصادق كل ما عندنا من المعطيات والتفاصيل والزيارات هي من الصادق صلوات الله وسلامه عليه لا يعني ان الائمه قبل امامنا الصادق لم يكونوا قد ساهموا في ذلك انني احدثكم عن صورة مقطعية واحدثكم عن الذي كان واضحا وجاء واضحا في هذه الصورة المقطعية فصادق صلوات الله وسلامه عليه مثلما كان دم الحسين فوارا كان الجعفر فوارا الجعفر هو اسم نهر في الجنه انه نهر للجعفريين لا اعتقد ان جعفريا في زماننا يوجد لا وجود للجعفريين في زماننا الجعفريون من اشياعهم من الذين شربوا من ذلك النهر والنهر الحقيقي الجعفر الثر هو جعفر الجعافري إنه أبو موسى كنيته أبو عبد الله هذه كنية عامة الأئمة المعصومون يحبون في مجالهم وبين اصحابهم وخواصهم ان يكنوا باسماء ابنائهم المعصومين. فموسى هو ابنه المعصوم احب الى قلبه من ان يكنى بابي عبد الله، لكن هذه الكنيه هي التي شاعت وكانت في سياق العرف وفي سياق التقيه وفي سياق الحفاظ على موسى. جعفر الجعافري ذلك النهر الإلهي الثر بل ذلك المحيط الذي ماجت أمواج علمه وفكره إنني أتحدث عن القلوب التي تبحث عن الحقيقة لا أحدثكم عن رموز المخالفين الذين جاءوا وحضروا مجالس صادق هذه مهزلة من مهازل حوزة النجف ويجدون للإمام صادق فضلا من أن فلانا من أن أبا حنيفة أو فلانا أو الشخص الكذائي ممن لا قيمة لهم في فناء إمامنا الصادق جاءوا وتعلموا عند صادقي ويجعلون هذا فضلا هذا هراء الوائلي وهراء محمد باقر الصادر وهراء الخوئي والسيستاني هنيئا لهم بهرائهم هذا انا لا احدثكم بهذه الطريقه احدثكم عن القلوب التي استنارت بنور محمد وال محمد احدثكم عن جعفريين من امثال المفضل من امثال محمد بن مسلم من امثال بريد العجلي من امثال ابي حمزه الثمالي احدثكم عن جعفريين من امثال هؤلاء وحين اتحدث عن انفجار معرفه في واقع هؤلاء لا تحدث عنه رأي يتحدثون به هؤلاء الخطباء المعتوهون فإن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى أولئك ينظر إلى هؤلاء الذين حضروا جنازة فاطمة كم عددهم إنهم سبعة ائمتنا يقولون بهؤلاء ترزقون وتمطرون فان الله ينظر الى هؤلاء ونظام الكون يرتبط بقلوب كقلوب هؤلاء لا اريد ان اذهب بعيدا في هذه الجهه فان الجهه هذه اذا ما فتحت فيها الكثير من التفاصيل وفيها الكثير من الحديث اعود الى امامنا الصادق الى ثوره الفكر التي جعلت من ثوره الحسين ثوره مثمره انني اقول وهذا واضح في احاديث الصادق من ان ثوره الحسين قد اثمرت واثمرت واثمرت ومن نتاجها من نتاجها ثوره الصادق ليس من نتاجها كما يقولون ثوره اهل المدينه أو من نتاجها ثورة التوابين التوابون شيعة مقصرون وأرادوا أن يكفروا عن موقفهم السيء أنا لا أريد أن أتحدث عن البعد التاريخي لثورة الحسيني هذه موضوعات إذا ما فتحت أبوابها فانها ستقودنا الى ابواب اخرى اوسع. كما قلت لكم من اهداف الحسيني هدفه المتوسط وهو استمرار مسيره برنامج العثره الطاهره. فاين اثمرت ثوره الحسيني؟ اثمرت في ثوره الصادق التي نشرت حقائق المشروع الحسيني بنحو الى هذه اللحظه ما ادركنا مما قاله الصادق عن الحسين الا شيئا يسيرا لماذا لان ثقافه المؤسسه الدينيه الشيعيه ذهبت باتجاه الفكر القطبي في تحليل ثوره الحسين اتجهوا باتجاه ثقافه سقيفه بني ساعده مشكله كبيره معقده بعد استشهاد الصادق صلوات الله وسلامه عليه جرت في الامه ظروف تكاد ان تكون شبيهه بالظروف التي جرت ما بعد عاشوراء مع ملاحظه التغاير في الازمنه والامكنه والخصائص الموضوعيه وما صار عليه من تغيير في الواقع السياسي وفي الواقع الاجتماعي لكن حدث في الامه في الجانب الوجداني والنفسي ما يشابه كثيرا ما حدث في الامه بعد عاشوراء ولذا جاء امامنا الكاظم ليقوم بدور مشابه لدور السجاد في حركه البرنامج التاويلي فمثلما الظروف حبست الامام السجاد في بيته التقيه حبست الامام الكاظم حينما يكون خارج الحبوس والظالمون العباسيون حبسوه في زنزاناتهم وطواميرهم فان لم يكن في الطاموره فهو حبيس في طاموره التقيه وان كان في بيته مع ملاحظه ان الامام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه فعل بالضبط ما فعل السجاد انه التفصيل المعرفي احاديث الكاظم امتازت بميزه القاطعيه والوضوح العجيب وشخصت ملامح المعرفه الاصيله تشابه واضح في ما بين ما جاءنا عن السجاد وما جاءنا عن الكاظم وانا اتحدث في جانب مقطعي اتمنى ان اجد فرصه كي اتحدث بشكل اوسع واني وان كنت قد تحدثت عن هذه المطالب بشكل مبثوث وواسع ومنتشر تاره بنحو التنظير واخرى بنحو التطبيق في كل برامجي لكنني اتمنى ان اتحدث بشكل مباشر عن سيرتهم العمليه التي ترتبط بحركه برنامجهم التاويلي ومن الكاظم الى الرضا الى امامنا الضامن صلوات الله وسلامه عليه الى الامام العجيب الذي انهى كل ما تقدم وفتح بابا جديدا وغسل كل شيء هذا هو الامام الغاسل المنظف لقد نظف الواقع الشيعيه في ضوء حركه التاويل من كل قذارات السقيفه التي لحقت بهذه المسيره بسبب التقيه بسبب المداراه جاء الرضا فغسل ما غسل من قذارات السقيفة وتفاريعها الأموية والعباسية وغير ذلك وغسل ما غسل مما لحق بالواقع الشيعي من قذارات ونجاسات الغلاة من أمثال السبائية والخطابية ألا لعنة الله عليهم الا لعنه الله على امواتهم وعلى احيائهم في زماننا هذا فردا فردا الا لعنه الله على احياء الخطابيه اينما كانوا اكانوا هنا في لندن ام كانوا في غير لندن الا لعنه الله عليهم امامنا الحجه هو الذي يريد منا ان نلعنهم وأن نتبرأ منهم إمامنا الرضا نظف الواقع الشيعية من قذارات هؤلاء الغلاة من السبئية من الخطابية من المغيرية من البيانية إلى غير ذلك فإمامنا الرضا أنهى ما قام به الائمه وما استطاعوا ان يكملوه بسبب الظروف المحيطه بهم وفتح بابا جديدا لماذا؟ لان مرحله قادمه سيقوم بالعمل عليها الائمه الذين سياتون من بعده نظّف لهم الطريق نظف الواقع الشيعي طهر الطريق من قذارات اصحاب العمائم من مراجع الشيعه من الواقفه من الكلاب الممطوره لعنه الله عليهم اتعلمون ان اكثر اصحاب العمائم حاربوا الامام الرضا وبقوا على حربه الى ان ماتوا اكثر اصحاب العمائم من الشيعه من اصحاب امامنا الكاظم حتى الشيعه لكن بمرور الوقت بسبب ما قام به امامنا الرضا من عمليه غسل وتنظيف للواقع الشيعي فان عوام الشيعه رجعوا اليه اكثر عامه الشيعه رجعوا اليه اما اصحاب العمائم ما رجعوا اليه افراد قلائل رجعوا منهم كبارهم ظلوا على ضلالهم الى ان ماتوا الا لعنه الله عليهم الحكايه هي هي موجوده في زماننا لكن الامر ليس منكشفا لان الحجه ابن الحسن ليس ظاهرا فحينما ياتيهم الى النجف وكربلاء سيخرجون لقتاله الحكايه هي الحكايه هذا هو واقعنا بعد امامنا الرضا جاءنا الائمه الجواد والهادي والعسكري بنحو عام في حركه برنامجهم التاويلي الثلاثه مهدوا لمرحله الغيبه بشكل مباشر كل إمام بحسب المقطع الزماني الذي عاش فيه، لكن ثلاثة من إمامنا الجواد إلى إمامنا الحسن العسكري مهدوا لمرحلة الغيبة بشقيها. بشقيها بالشق الأصغر منها وبالشق الأكبر غيبتان، غيبة قصيرة وغيبة طويلة. بدأ التمهيد للواقع الشيعي الذي سيكون عليه زمان الغيبه منذ جواد الائمه وفي الوقت نفسه فان الامام الجواد اكمل ما كان امامنا الرضا قد فتح ابوابه قلت لكم من ان الرضا انهى ما قبله وفتح ابوابا الجواد استمر في توسعه وانماء ما فتح الرضا ابوابه اما الهادي صلوات الله وسلامه عليه فقد وضع النقاط اللامعه الواضحه البراقه على كل حروف الحقيقه الامام الهادي وضع لنا نقاطا لامعه واضحه الوقت يجري سريعا سالملم الحديث بقدر ما استطيع امامنا العسكري استمر في نفس برنامج ابيه الهادي في وضع النقاط اللامعه والواضحه والبراقه على حروف الحقيقه وما تفسيره الشريف الا مثال واضح مثلما جاءتنا الزياره الجامعه الكبيره هي نقطه لامعه واضحه عن امامنا الهادي مثلما جاءتنا الزياره الغديريه الكبيره زيارة الأمير عن إمامنا الهادي نقطة لامعة واضحة. فالزيارة الغديرية زيارة معرفة تأريخية، والزيارة الجامعة الكبيرة زيارة معرفة عقائدية. نقاط لامعة واضحة، وهذه أمثلة هذه امثله مستعجله حتى وضعت الغيبه اطنابها وعصر الغيبه له خصوصياته وله قوانينه امام زماننا يتواصل مع العالم بشكل عام ومع الواقع الشيعي بشكل خاص تاره بنحو مباشر واخرى بنحو غير مباشر ما يمكنني ان اصطلح عليه الالطاف الجليه والالطاف الخفيه وهذه المضامين بينت لنا في الروايات والاحاديث واذا اردتم ان تطلعوا على تفاصيل اكثر فعودوا الى برنامجي الامان الامان يا صاحب الزمان برنامج مطول مفصل فيه ذكر لهذا الموضوع بنحو من التفصيل نذهب الى فاصل حين نقرا في دعاء الندبه الشريف وهو دعاء مروي عن امامنا الصادق وعن صاحب الامر صلوات الله عليهما أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان حين نقرأ في هذا الدعاء الشريف أين المعد لقطع دابر الظلمة أين المنتظر لإقامة الأمت والعوج أين المرتجى لإزالة الجور والعدوان أين المدخر لتجديد الفرائض والسنن اين المتخير لاعاده المله والشريعه اين المؤمل لاحياء الكتاب وحدوده اين محيي معالم الدين واهله اين قاصم شوكه المعتدين اين هادم أبنية الشرك والنفاق أين مبيد أهل الفسوق والعصيان والطغيان أين حاصد فروع الغي والشقاق أين طامس آثار الزيغ والأهواء أين قاطع حبائل الكذب والافتراء أين مبيد العتاة والمردة أين مستأصل اهل العناد والتضليل والالحاد اين معز الاولياء ومذل الاعداء اين جامع الكلمه على التقوى هذه المضامين وهي مضامين واسعه وواسعه جدا هل تاتي بكبسه زر اذا كان الامر هكذا اذن لماذا هناك غيبه قصيره وهي في الحقيقه طويله وهناك غيبه طويله لكن بالمقايسه بين الغيبتين قطعا تكون الغيبه الاولى قصيره لماذا كل هذه الغيبه اذا كانت القضيه بكبسه زر الامر ليس كذلك نحن في مسيره تاويليه وهذه المسيره التاويليه تتفاعل مع حركه الانسان في كل الارض بشكل عام ومع المجتمع الشيعي بشكل خاص هناك خصوصيه للشيعه في هذا الموضوع وهناك علاقه لبرنامج الامام مع كل البشر فالامام ما هو خاص بشيعته مشروع امام زماننا ليس مشروعا للارض فقط انه مشروع التقاء عوالم الغيب مع عوالم الشهاده الارض جزء يسير من هذا المشروع لكن الارض هي المركز الارض هي عاصمه هذا المشروع مثلما الكوفه هي عاصمه الامام في الارض فالارض هي عاصمه المشروع المهدوي الالهي والا فان القضيه لا تقف عند تاسيس دوله تحكم الناس المشروع المهدوي هو مشروع الله هو الغايه من هذه الخلقه وهذه الخلقه ليست خاصه بالانسان فقط وليست خاصه بعالم الارض فقط الحكايه كبيره لكننا نحن والارض هذه المضامين التي قراتها عليكم وهي ترتبط بعالم الارض بشكل مباشر هذه العبائر وما تشتمل على وسيع المعنى وتعقيده هل تتحقق بكبسه زر لا يمكن ذلك ابى الله الا ان تجري الامور باسبابها هذا كتاب الغيبه لشيخنا النعماني والطبعه طبعة أنوار الهدى قم المقدسة صفحة 294 الحديث الثاني بسنده عن بشير النبال قال قدمت المدينة وذكر مثل الحديث المتقدم الحديث المتقدم حديث عن المرجئة أنا أذهب إلى موطن الحاجة إلا أنه قال لما قدمت المدينة قلت لأبي جعفر للباقر صلوات الله عليه إنهم يقولون من هم المرجئة إن المهدية لو قام يتحدثون عن مهديهم هم فهم يعتقدون بمهدي بحسب مواصفاتهم إنهم يقولون ان المهدي لو قام لاستقامت لا له الامور عفوا هكذا بكبسه زر ولا يهريق محجمه دم فماذا قال إمامنا الباقر فقال: كلا والذي نفسي بيده لو استقامت لأحد عفوا لاستقامت لا لرسول الله حين أدميت رباعيته في أحد وشج في وجهه كلا والذي نفسي بيده الباقر يقول حتى نمسح نحن وانتم العرق والعلق ثم مسح جبهته الباقر صلوات الله عليه كلا والذي نفسي بيده حتى نمسح نحن وانتم نحن ال محمد وانتم شيعتنا حتى نمسح نحن وانتم العرق والعلق العلق هو الدم المتجمد والامام يشير الى ما كان يجري في الحروب ايام زمانه هكذا كان يفعل المقاتلون باعتبار ان عمليه القتل والقتال تكون بنحو مباشر باستعمال السيوف فينتشر الدم في كل مكان في ساحه المعركه ويتجمد على الوجوه وعلى الابدان وعلى الثياب اما من نفس المقاتل واما من دماء الذين كان يقاتلهم كلا والذي نفسي بيده حتى نمسح نحن وانتم العرق والعلق ثم مسح جبهته الإمام هنا لا يتحدث عن عرق وعلق بما هو هو وإنما يريد أن يقول من أن الأمور لا بد أن تجري بالأسباب هذا لا يعني أن كل شيء لا بد أن يجري بالأسباب الطبيعية فإن الأمر لا يستقيم ما يمكن ان يجري بالاسباب الطبيعيه سيجري وما يحتاج فيه الامام ان يفعل ولايته التكوينيه فانه سيفعل ولايته التكوينيه الحديث الثالث صفحه 295 عن المفضل بن عمر يقول: سمعت أبا عبد الله إمامنا الصادق وقد ذكر القائم فقلت إني لأرجو أن يكون أمره في سهولة المفضل يقول للإمام الصادق بعد أن ذكر القائم أو ذكر القائم عنده فقلت إني لأرجو أن يكون امره في سهوله فقال لا يكون ذلك حتى تمسح العلق والعرق يخاطب الشيعه الامور تجري باسبابها وهذا الحال يجري في زمان الغيبه بحسب خصائصها ما اشرت اليه قبل قليل مما اسميته بالالطاف الجليه والالطاف الخفيه فحركه البرنامج التأويلي تستمر اما بطريق التدخل الجلي من الامام او بطريق التدخل الخفي بطريق التدخل الجلي كالمجموعة الخاصة التي تحدثنا الروايات عنها من انهم على صلة مستمرة مع الإمام صلوات الله وسلامه عليه وهؤلاء لا يعرفهم الناس ولا يعرفون الناس أسرارهم ولا يدعون شيئا وتذهب أسرارهم معهم إلى قبورهم فإذا قال أحد إني منهم فهذا كذاب هناك مجموعه على صله مباشره مع الامام صلوات الله وسلامه عليه مثلما كان اصحاب الائمه على صله مباشره بهم هؤلاء لا يعرفهم الناس حين اقول لا يعرفهم الناس لا يعرفون انهم على صله بالامام والا فهم يعيشون بين الناس ولكن الناس لا يعرفونهم من انهم على صله مباشره بالامام وهم لا يكتمون امرهم فقط بل يكتمون كتمانهم هناك كتمان وهناك كتمان للكتمان مره اني اكتم الامر ولكن الاخرين يعرفون عني انني اكتم امرا هذا كتمان ولكنه ما هو بكتمان حقيقي الكتمان الحقيقي ان اكتم كتماني وذلك اني اكتم امرا وفي الوقت نفسه افعل ما افعل من الامور واقول ما اقول من الامور التي اقنع الاخرين من أنني لا أكتم شيئا، قطعا هذا أمر عسير وصعب جدا، وهو خاص بهذه المجموعة التي هي على صلة مباشرة بإمام زماننا، الروايات حدثتنا بذلك، ما أنا الذي أقول من أنه في الغيبة الصغرى له من شيعته وفي الغيبه الكبرى ممن هم على اتصال مباشر به هذا ما يرتبط بالالطاف الجليه اما ما يرتبط بالالطاف الخفيه هو تسديد الامام لاشياعه عن بعد من دون اتصال مباشر تحريكهم بالاتجاه الذي يريده توجيههم الى الجهه التي يريدها وهذا الامر حدثتنا الروايات عنه بل هو من صميم عقيدتنا هذا موضوع واسع مفصل يحتاج الى وقت طويل كي اتشعب في كواليسه ودهاليزه وزواريبه وجميع جهاته نذهب الى فاصل في عالم الفيزياء هناك النظرية النسبية النظرية المعروفة نظرية اينشتاين النظرية النسبية تطبيقها العملي كما يعرفه الفيزيائيون فيما يرتبط بالاجزاء الكبيره في الكون في الفضاء في المجرات في الاجزاء الكبيره في الكون وهناك نظريه فيزيائيه اخرى ميكانيكا الكم ميكانيكا الكم هي نظرية تفسر الأجزاء الصغيرة من الكون وليس هناك من تناغم بين هاتين النظريتين فالنسبية للأجزاء الكبيرة والميكانيكا للأجزاء الصغيرة أتحدث عن الأجزاء الصغيرة عن الجزيئات عن الذرات عن ما هو اصغر من الذرات من مكوناتها فهناك اشكاليه موجوده في اجواء علماء الفيزياء الى هذه اللحظه لم تحل هذه الاشكاليه انهم يبحثون عن نظريه واحده عن نظرية الكل في الكل عن نظرية جامعة تؤدي دور هاتين النظريتين في آن واحد لا ان تكون نظرية للأجزاء الكبيرة من الكون ونظرية للأجزاء الصغيرة من الكون وهناك تصادم في بعض الجهات بين هاتين النظريتين مع ان النظريه الاولى لها تطبيقات حقيقيه على ارض الواقع وكذلك النظريه الثانيه وما هذا التطور العلمي الهائل الا من ثمار هاتين النظريتين واشباههما من النظريات التي انتجها العلم الحديث لذا كل المحاولات ان يصل الى نظريه ترفع الاشكالات الواقعه ما بين هاتين النظريتين ما بين النسبيه والميكانيكا فنظريه الاوتار الفائقه مثلا انا اضرب المثال للذين لهم خبره بهذه المصطلحات وبهذه الثقافه فانا اعلم برامجي لا يتابعها الديخيون يتابعها الذين يبحثون عن وعي عن حقيقه عن معرفه عن عقيده سليمه فكثيرون منهم يعرفون ماذا اقول فنظريه الاوتار الفائقه هي محاوله حل لهذا الاشكال بين النسبيه والميكانيكا ونظريه الاكوان المتعدده والنظريه التي تعرف بامثيري ونظريات اخرى هي محاولات لايجاد نظريه جامعه وواحده في نفس الوقت تفسر ما يرتبط بالاجزاء الكبيره في الكون وما يرتبط بالاجزاء الصغيره في الكون في الوقت نفسه كل عمل الفيزيائيين منذ زمان اينشتاين والى الان على هذه القضيه والى الان ما وصلوا الى حل لهذه القضيه. لماذا جئت بهذا المثال؟ اردت ان اقرب به الفكره. فهم الدين وفقا لهذه الرؤيه التي طرحتها تحت عنوان ما بين التنزيل والتاويل هذا بمثابه النظريه الجامعه التي ستجيب على كل الاسئله وعلى كل الاشكالات فيما يرتبط بتفسير القران وما يرتبط بقراءه التاريخ وما يرتبط بالاحكام والفتاوى التي هي مضطربه بحسب منهج حوزه النجف كل الاضطراب وكل الاشكالات وكل التساؤلات سترتفع سترتفع من البين اذا ما فهمنا الدين وفهمنا سيره الائمه وفقا لهذه الرؤيه وهي في الحقيقه ما هي برؤيه لكن الكلام ياتي هكذا في الحقيقه هي دين فالنبي هو الذي قال لامير المؤمنين ستقاتلهم على التاويل مثلما انا محمد قاتلتهم على التنزيل التنزيل دين والتاويل دين بحسب البيانات والشرح الذي قدمته لكم فلو ان الشيعه وتحديدا لو ان علماء الشيعه فهموا الدين او سيفهمون الدين بحسب ما شرحته وبينته لكم فإن نظرية فإن فهما فإن حقيقة جامعة كالنظرية التي يبحث عنها علماء الفيزياء لحل إشكالاتهم الفيزيائية هذه نظرية الكل في الكل هذه حقيقة واضحة صريحة سترفع كل الإشكالات أو على الأقل سترفع أكثر من تسعين بالمئة من الإشكالات إن كان ذلك على مستوى تفسير القرآن وفهمه إن كان ذلك على مستوى تشخيص العقائد وتدقيقها ان كان ذلك على مستوى الفتيا والاستنباط على مستوى قراءه التاريخ على مستوى التطبيق العملي لما نستنتجه من العلم الديني على ارض الواقع على مستوى المعارف والثقافه التي وردت في قراننا بتفسيرهم وفي احاديثهم بفهمهم بحسب قواعد تفهيمهم لماذا ركض مراجع الشيعه الى النواصب الى العيون الكدره فهم وضعوا انفسهم في مرحله التنزيل فلما وجهوا انظارهم الى الاحاديث التفسيريه ما فهموا منها شيئا هجروها ووجدوا لهم حجه في تضعيفها اعتمادا على قذارات علم الرجال وراحوا يركضون باتجاه النواصب فوجدوا عندهم المنهج العمري في التفسير فتبنوه ثم بعد ذلك قاموا بعمليه تدليس بعمليه تمويه للمنهج العمري بحشر لبعض النصوص عن اهل البيت، وبحديث عن اهل البيت، وفي الحقيقه هم شوهوا المنهج العمري. اذا ياتي منصف للمقارنه بين تفاسير مراجع الشيعه وتفاسير نواصب السقيفه، فان تفاسير نواصب السقيفه امتن واقوى وافضل. وفقا للمنهج العمري مراجع الشيعه ضيعوا طريقين، لا هم الذين اتبعوا المنهج العمري بشكل كامل لانهم اذا اتبعوه سوف يخسرون الاخماس ويخسرون الشيعه يخسرون عوام الشيعه ويخسرون سمعتهم واذا ما توجهوا الى تفسير اهل البيت لا يفهمون منه شيئا، لماذا؟ لانهم حبسوا عقولهم في مرحله التنزيل فيجدون احاديث التفسير خرافه، والذين يتابعون برامجي يجدون ان احاديث التفسير حينما اتناولها تنطبق انطباقا حقيقيا واضحا وفقا للعقل السليم ووفقا للمذاق الادبي العربي مع تصديق لما جرى على ارض الواقع وما جرى في تاريخنا لماذا لا تكون الاحاديث التفسيريه احاديثا خرافيه حينما اطبقها على ايات الكتاب الكريم حينما افسر الكتاب الكريم باحاديث اهل البيت التفسيريه لأنني أخذت كل ذلك في وعاء شامل كامل هو هذا الوعاء لفهم الدين ضمن مرحلتي التنزيل والتأويل ترتفع الإشكالات كثيرون منهم من أصحاب العمائم حينما ينصتون إلى برامج يقولون من أين يأتي بهذه المعاني إنني لا أتي بها من عندي هي أحاديثهم غايه الامر انني وضعت كل ذلك في وعاء واحد قولوا في نظريه واحده في فهم واحد في خارطه واحده اني فهمت الدين وفقا لهذه الرؤيه للتنزيل والتاويل بحسب ما بينته وشرحته مشكله مراجع الشيعه هي هذه وجهوا انظارهم الى احاديث المقامات والاسرار والمعارف ضاعوا فيها فهم لا يفهمونها لماذا لانهم حكموا على الائمه المعصومين هم بمثابه شيوخ العشائر مثلما حكمت السقيفه على خلفائها ولكن الائمه المعصومين هم افضل من شيوخ العشائر اولئك وهذا بالضبط ما يتحدث عنه علم الكلام عند مراجع النجف ولذا يناقشون في سهو المعصوم ويناقشون في تركه للاولى ويناقشون في انه لا يحسن القراءه والكتابه ويناقشون في انه لم يكن عالما في صغره ويناقشون في نجاسة دمه، بل يفتون بكل ذلك، يفتون بنجاسة دمه. وبنجاسة جسده بعد الموت. يفتون بنجاسة دمه. وبنجاسة جسده بعد الموت. و و و حكاية طويلة كل ذلك بسبب انهم لا زالوا حبيسين في المكان نفسه الذي حبس المرجئه انفسهم فيه ولذا فهم مرجئه مراجع النجف مرجئه بتريه مقصرون لماذا قصروا عن مرحله التاويل؟ بتروا مرحله التاويل حينما تسميهم الروايات بالبتريه الذين سيحاربون صاحب الزمان لانهم بتروا مرحله التاويل عن مرحله التنزيل، في بعض الاحيان البعض منهم يقول كلاما جيدا ولكن ما ان يستمر حتى يعود الى كلامه السيء الاول، يخرج رجله الى مرحله التاويل ثم يسحبها. يعود الى مرحله التنزيل هذا هو السبب لان عقولهم ركبت وفقا لطريقه التفكير في مرحله التنزيل مشكله كبيره جدا لو ان الشيعه ينتقلون من مرحله التنزيل الى مرحله التاويل فإن أحوالهم أتحدث عن أحوالهم العقائدية عن أحوالهم الثقافية الدينية ستتغير تغيرا كبيرا قطعا هذا سينعكس على واقعهم السياسي والاجتماعي بالضرورة لكنني لا أتحدث هنا عن واقع اجتماعي أو عن واقع اقتصادي أو عن واقع سياسي أتحدث عن واقع ديني عن واقع معرفي في ضوء المعرفه الدينيه لو ان الشيعه ينتقلون من مرحله التنزيل الى مرحله التاويل نحن لا نتوقع من البقالين ان يفعلوا ذلك نتوقع من المراجع لكنني ابشركم لن يخرجوا من مرحله التنزيل مصالحهم ومصالح ابنائهم ومصالح عوائلهم ويريدون للشيعه ان يبقوا حميرا كي يضحكوا عليهم سوف يبقون في مرحله التنزيل لن يخرجوا منها يبقى الدور عليكم انتم انتم صغار المعممين الذين تورطتم في اجواء الحوزه في هذه السنين الدور عليكم بامكانكم ان تخرجوا انفسكم من مرحله التنزيل المنسوخه انتم على دين منسوخ دينكم دين منسوخ ولهذا انتم لا تعرفون عقيدتكم ما الفارق بين عقائدكم وعقائد النواصب اقرأوا كتب النواصب واقرأوا كتب مراجعكم لن تجدوا الا فوارق قليله عقائد مراجع النجف هي عقائد النواصب كتب النواصب موجوده وكتب مراجع النجف موجوده في العقائد خذوها واقرأوها لا شأن لكم به بي. قارنوا بين كتب العقائد التي كتبها مراجع النجف منذ زمان الطوسي منذ ان اسس طوسي حوزه النجف سنه 448 والى يومنا هذا قارنوا بين كتب حوزه النجف العقائديه منذ بدايه تاسيسها والى الان وبين كتب النواصب العقائديه على اختلاف اذواقهم ومشاربهم ستجدون تشابها كبيرا وستعرفون من ان مراجعنا اخذوا العقائد من هناك ثم دلسوها وموهوها بما يظهر انها ترتبط باهل البيت هذه هي الحقيقه من الاخر ولذلك لا يهتمون بالعقائد كثيرا لانهم اذا ما فصلوا القول فيها ستنكشف الحقيقه كم عدد كتب العقائد بالقياس الى كتب الفقه ما هو اهتمام الشيعه بالعقائد دي. ما معرفه خطباء المنابر بالعقائد دي. لا يعرفون شيئا هؤلاء حمير خطباء المنابر عندنا حمير بشكل رسمي ربما يوجد فيهم افراد قلائل يمتلكون بعض المعلومات وهي ليست صحيحه وفقا لمنهج اهل البيت وانما تكون صحيحه وفقا لمنهج دين مراجع النجف هذا هو الذي يجري على ارض الواقع وقت الحلقه انتهى اتمنى ان اكون قد وفقت في بيان وشرح مضمون التنزيل والتاويل فهذا الموضوع موضوع كبير بامكانكم ان تعودوا الى برنامج سابق لي اشرت اليه في الحلقات المتقدمه ملف التنزيل والتاويل واتمنى ان اجد فرصه اخرى كي احدثكم اكثر عن هذا الموضوع بهذا ينتهي الشان الثالث من شؤون النبوه الخاتمه وغدا سالتقي معكم في الشان الرابع من شؤون النبوه الخاتمه ان شاء الله تعالى